الحمد لله الحمد لله على التوفيق. كما أخبرناكم في مقطع سابق أن الدركتر وسع من البنش إلى الخارج، ومن خلال ذلك استطاع تجاوز المكان القوي الذي قد ظهر الآن من الداخل. كما هو واضح الآن أمامكم في الصورة. أما بالنسبة للمنطقة التي هي أمامه الآن كلها أراضي. الحمد لله على التوفيق الحمد لله. يا الله يسر الأمور، يا الله يا الله سهل. إن شاء الله سترون الإنجاز. من هنا أدينا صور، سينطلق إن شاء الله انطلاقة نوعية لكل ما تعنيها الكلمة من معنى. هذه المنطقة اللي أمامه دفت محارشتي يعني إلى الأمام. تجاوزنا طبعا المكان القوي الحمد لله من خلال توسعة البنش إلى الخارج. هذه الطريقة الآن الوسع ما شاء الله من أبدأ ما يكون، والعمل كذلك في منتهى الروعة نحو الأمام. بس كما هو واضح الآن أمامكم في الصورة، الدركتر الآن بيحاول توسيع البنش الذي قد عمل بشقه في يوم أمس باثنين محلات كذا للخارج، من أجل أن يتجاوز هذا المكان الذي قد ظهر له أمامه المكان القوي طبعا، لأنه ما بعده إلا تراب ثاني إن شاء الله. توسيعة البنش الآن هو من أجل هذا الذي أخبرناكم عليه الآن. أما بالنسبة للعمل ما شاء الله بأعلى معنوية وبوتيرة عالية على قدم وساق إن شاء الله، ماضون نحو الأمام، قادمون نحو التنمية، قادمون نحو النجاح بإذن الله. وما ندعي التجار إلا عليهم الدعم، عليهم أن يساهموا، عليهم أن يتبرعوا لهذا المشروع العظيم. كتاب الله أجر الجميع. الآن التوسعة بالبنش للخارج توسعة بسيطة جدا. الآن طبعا تعتبر الطريقة القديمة قد اكتبسها بالمخلفات، ويوصل إلى هذا المكان ويوسع للخارج مثل ما عمل الآن هنا في هذا المكان، وبعدين سمح إن شاء الله نحو ظهرة السبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اليوم الموافق 31 أكتوبر شهر 10 سنة 2021، حيث أخونا داود سائق الدركتر يعمل الآن بكل جهد وبكل إصرار وبكل معنوية وبكل عزيمة نحو الأمام. كما تشاهد الآن أمامكم الديناصور في اتجاه التقدم في اتجاه الأمام. أين المتفاعلين؟ أين المتبرعين؟ أين المساهمين؟ لا للتخاذل في هذا المشروع، مشروع عصابة العظيم. لا للتخاذل يا رجال، عليكم إكمال الطريق وشقها نحو الأمام باتجاه خمس مطلق إن شاء الله. ادعموا، تفاعلوا، شاهدوا. نحن الآن في جوار الديناصور والديناصور يعمل.
صباح الخير، صباح المسرات، صباح المعنويات. من هنا من جوار الدركتل الآن أبتدأ بالعمل. الآن في الساعة 7:00 صباحا يواصل العمل بشق الطريق قدما نحو الأمام.